شاب من شبابنا قال لي يا شيخ والله إني أحس بضيقة في قلبي، وحشة في صدري، أحس حياتي كئيبة، أشعر وكأن الدنيا كلها فوق راسي. طبعا يا أخوان والله تعودت على هذه الكلمات من كثير من شبابنا وبناتنا، إما باتصال وإما برسالة، يشتكون الهم، يشتكون الغم، يشتكون الضيق والنكد والكدر. قلت لهذا الشاب تسمح لي بسؤال واحد بس، سؤال واحد. قال لي تفضل. قلت له أسألك بالله كيف حالك مع الصلاة؟ تدرون ايش قال؟ قال لي والله لي 3 سنوات ما ركعت لله ركعة. إخوان أخوات، والله إذا ما كان في حياتنا اتصالات، مو اتصال، إذا ما كان في حياتنا اتصالات متنوعة بالله عز وجل يوميا لن نشعر بقيمة الحياة. إذا ما كان صوتك مسموع على طول، يسمع صوتك في السماء، إما بتلاوة قرآن، إما بصلاة، إما بصدقة، إما ببر والدين، إما بمجالس ذكر وإيمان، والله لن تشعر بقيمة الحياة. أنا أكاد أجزم وأقسم إن الآن إحنا تقريبا لنا من يوم بدينا أنا وأخوي الشيخ منصور نقرأ كلام الله، ومن يوم بدينا معكم نذكر كلام الله، ممكن ما لنا تقريبا 15 دقيقة أو 20 دقيقة. لكن تعالوا خلونا نكون صريحين مع بعض، 15 دقيقة هذه أو 20 دقيقة اللي قعدنا نسمع فيها كلام الله، نسمع فيها قال الله قال الرسول، 20 دقيقة هذه اللي تحفنا ملائكة الرحمن إلى عنان السماء، 20 دقيقة هذه اللي الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات مطلع علينا وإحنا في هذا المكان، كيف نفسياتنا؟ كيف قلبك الآن؟ كيف حالك؟ والله أجيب عنك، والله إنك بدأت تشعر بشيء من السكينة، بدأت تشعر بشيء من الراحة، بدأت تشعر بشيء من طعم الحياة مع الله سبحانه وتعالى. في كم؟ في 20 دقيقة. تدري ليش يا شيخ نايف؟ لأنه مؤمن، وربي جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأنه مؤمن وربي جل وعلا يقول عن أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة، لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.